السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف موقع جميل جدا اسمه ايرث دوت جوجل. ايرث جوجل ده احد المواقع تبع لجوجل، وبنقدر نعمل بيه حاجات كتيرة جدا، زي مثلا ان احنا نعمل مشروع للأماكن السياحية اللي موجودة مثلا في القاهرة، اللي موجودة في أسوان، اللي موجودة في اسكندرية، أو أي حاجة. يعني ممكن تكون عندك أكتر من مبنى وتعمل مشروع إن أنت تحط كل المباني دول في مكان جنب بعض. طيب ممكن مثلا تعمل سيرش هنا على مثلا مسجد، هنشوف المساجد اللي موجودة مثلا في اسكندرية، تمام؟ وهنقول له مثلا مسجد، هو يبدأ يجيب لك المساجد اللي موجودة في المنطقة اللي انت عامل عليها زوم، تمام؟ مثلا ده المسجد دوت، هتدوس عليه هيبدأ يجيب لك المعلومات الخاصة بيه. هقول له add to project، وتقول له مثلا انا عايز احطه في اي مشروع. ممكن تقول له انا عايز مشروع جديد خالص، وتشوف المشروع الجديد ده عايز تسميه ايه، تمام؟ هنسميه مثلا مساجد، ممكن متاحف، يعني مثلا عندك دراسة للمتاحف الموجودة او الاهرامات الموجودة في مصر، لان احنا عندنا اهرامات كتير جدا موجودة في مصر، فاحنا ضفنا ده للمشروع دوت، تمام. مسجد العطارين انا ما صليتش فيه، بس يعني مشهور يعني في اسكندرية، هقول له ضيفوا لي المساجد، تمام. عايزين نضيف مثلا مسجد ايه تاني؟ الإبراهيمية، تمام، هتضيفه للمساجد سيف. فأنت كده ضفت المساجد دي للمكان دوت، فهتقول له watch tutorial، ممكن تقول له present، فيبدأ يعرض لك المساجد، عمل زوم مثلا على المسجد دوت، وتقول له بقى وريني المسجد التاني، فيبدأ يعمل زوم البعيد خالص، وبعد كده يبدأ يعمل زوم على المسجد التاني، وبعد كده يعمل زوم على المسجد التالت، وهكذا بالشكل ده. فأنت عملت زي رحلة للناس اللي موجودين، وكل واحد فيهم بيبدأ يجيب لك صور ليه، يعرفك بيه، يبدأ يوريه لك من أكتر من اتجاه، وتقدر تعمل زوم إن وزوم أوت زي ما أنت عايز. ممكن تيجي هنا تقول له طب انا عايز مثلا اضيف بليس مارك تاني، او عايز ارسم لاين بين الحاجات اللي موجوده، تمام. تقدر ترسم لاين بين هنا وهنا وهنا، بحيث تعرف الناس المسار هيبقى موجود منين لفين. هتقول له مثلا انا عايز ارسم درو لاين، تقول له مثلا عايز ارسم من هنا الخط ده للمكان الفلاني، تبدأ تضيف المساجد اللي موجودة. أنا مش من المنطقة فمش عارف بقى المسجد موجود فين، تقدر تعمل زوم مثلا على المسجد التاني، وبعد كده المسجد التالت، فأنت قدرت تضيف خط توضح للناس المسار بتاعك هيبقى موجود من فين لفين. دوس انتر عشان يحفظ اللاين دوت، اهوت بقى موجود المسار دوت. تقدر تشوف الرحلة بتاعتك هتبقى موجودة فين، طبعا الافضل ان احنا نمشي من النقطة دي للنقطة دي للنقطة دي. فتقدر تعمل رحلة مكوكية للاماكن اللي انت عايز تزورها في اسكندرية، في القاهرة، في اي مكان انت عايزه. ونقدر نيجي هنا ونقول له اعملها لي بقى فول سكرين سلايد، فيبدأ يقول لي طب اديها اسم معين، هيعمل سلايد لكل لقطة فيهم واختار لها لون معين وهكذا. فتبدأ تختار مثلا مساجد وهكذا، وتختار البيو مانيوالي، هقول له وريها لي بقى. فجاب لي اول حاجه اسم المشروع، خلينا نبدا من اول خالص، اهو المسجد التاني،
المسجد الثالث تقدر طبعا تشارك الملفات دي مع الناس بحيث ان هم يقدروا يشوفوا الحاجة اللي انت عاملها، فتقدر تعمل تضيف حد ان يتفرج على المشروع او تبعت الرابط لحد، يعني تقدر تكتب ايميل بتاع اي حد او تاخد اللينك ده تبعته للناس بحيث ان انت تشارك معاهم المشروع اللي انت عامله.